Shlomo kule amodivan bebritho suryoyo oromoyo. Yomut hushabo, yomut kina ahna urdo birito dinda thalo, bimdifa tensta bi erishkoto to Stockholm, biritafe hawi tudmuriotho, lobas naka, elosagiotho nakaotho, me urhem shahlefe, me abno abnotho drito suryeto, hzale imariam da thalo, biritafe tensta at kitio alishma. Suryoyo Sat, men kurfrus, midole hafem dargo elokalitata, u abad at yoma forest, marke, froso hayo, froso dilonoyo, kulelo amede de brito, u bathurste, bimstot fonuso di marito kula, bimma kablonuso semina arke, getove, terovo, alohoyo, amkohnet sagioso, harke, mimtiso, kule di erishketo, Stockholm. Bushuroyo ahna, dufroso hayo, kobinon ho harke, موضوعونوثو كت مدينة موري شو دومو تبو ديعي تو دينا فالو تنستا مم يقرو تغلط أسعر و ترستي أرحد كنا أعمي دهنك بعينو ثاية دحزالي لو بس نقا إلو خدمو لي ساكيو ثد نقا وثو مريم إندا فالو تحزيالي ديعي تافي من فالو تغلط بشينا بشلومو من فالو تغلط كبعينا مدينة موضوعونوثو بي قاميتو بوشو رويو دوبتنا الموضوعونوثو عندك يعيتو دين دافالو اي هادو منثيدا كمو يقروثوني كمو فرسوفيني بيعيتا فمن موضعونو ثكريثو بيقامي عيتو دين دافالو تينستا ترويو مشاتسو مالفو تشعمو وتموني وحمش ما حمش تموني مشاتسو وياتوينا مصالينا معيتو سويديتو عيتو تينستا كميلا كتيو بسنتروم وهول كيما ندمينا لاديوما مشاتايو لاديوما احنا سلوطيدا اقرا ويدا تشمش وتدا مهي من كل طامون بيعي تسويدية كم ديني تلا بيعي تسويدية بدينا كمو هادو ما كتخو يوم وديوم تقريب كتلان الف وماثي الف وثلاث مو هادو مي الو مزاد تودي 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 ساقية لغستي من هاوي تشحصر بو يرحد اوب تشحصر بو يرحد داتمانيو دينا قد سيم او شهرو او عذعيدو دين دا ثالوه مريم هاوي تدمريوثو مره هركي كبعينا محكت لن ما تحصر بو يرحو وهاني كاوي شبثو من هاوي هركي ما يقو عمرنا طامو بشو ولانو كي بيدمنو يعني احنا كسمينا حاقو دي لنويو لشهر ديل دا ثالو وكنوفل حمش حصر اوب عيدو ديل دا ثالو مريم قائم الله نحن عيتنا كلوزم حدويو حاضرتو لشان ميسم اقرو وقاموو لشان عيدو ديل داثالو متكتيو هي مرتو دبيتان ودعيتاثي لازم سيمينا قدرينا مجبور سيمينا سلوثو هركي ما كوش لان غلبي يلا يلا قدرينا سيمينا قرو وقامويو يوم ضربو نافلو ويوم تحشاب وتحصر بيرحو سيمينا كتلان عد عيدو سيمينا شهرو ديل داثالو كل شاتو هركي سيدينا او دمينا بمرقود كتيو للتح يوم تحشابو كنت ولا نشهرو اثي ولا نسعروث استمر سيلفانوس بطرس النعمي حسيود حمص تروي وحضوره منطي ولا منوثو حوطو مكمورو مكمر ديال داثالو عمي هو لي بركثو العام وكولي كولي بلي بوخا الهيكو ازن مدي بركثو مصلي بيدي ياتو عمينا ترتشوعي وازي فايت يوم هو باسيموك مفتينا لي دايم قول روحونوي زمريوثو مكلوش دو يباسيمو ما تملن باتموني ما لخلن لبوتي حدو برثو ييمو كون برين كبيرين كبير كويو قاروت والتين ستار كي ليتو دمينا راديت دق كحوزة عليم ثوك حزيو عيمو عيمانو كوبي خد صرتو ديل داثالو بش مايو هني بالكون اثي بيت اثي كوي لفيل الدعيتو هني كلي ببالكون حزالي كلي ميدانو كاليو للعل مقص بعيمي بش مايو بعيمي بش مايو كلي كولي للعل معيتو من حتى لنولو بفيسبوك فريس احنا كتلن بقاو دعيتي اذا كتلن قودو تروي روحو نويو اشمي قودو ديل داثالو روحو نويو هاني غلبي
تتهم ونوثو ربثو كيبك منو يعني كيبك سادنو ميدانو معطيلن انا طيبو معطيلن طيبو فاش هو يخبرو الحدودة ومي كلوزم دزانو رهتينا لعيتهم صالينا وهو خاسم مئاثين كمو ارحي بينه كيبن هنه محكن كلي كالي تريع مقابي كيبن هنه محكن كده ميدانو شطو لو اثن وبدالي بصلو ثوم صالالي وكمانو ثلاثو اربعو حزالي يعني قليون ديل دا ثالو قاريو على القورو دعي تيدان ميو ماو قرلا لان اثينا ساعة كتوب احد احسر احد احسر فالقي اثي ابونا قورو يستي لفي لدتر احسر ما قمنا صلاوثو لارو المعيتو هاو او خدشيكي قورو يستي بس الو لرغش لان قورو مصالي لان مصالي لان مصالي لان مصالي لان ترتي فالقي مع الاخلان ابو تيدان دي مرلان ترتي فالقي الفوت الصفرين نقا كامل لان فسقون وكلوزم ميسم صلاوث وديلوناي لشان ميدانو ما حت لان تحرستو كل يوم بشوع لتشع ميسم تحرس يوثو ومملي روحوناي على قليونو داوي سيدينا وثيوا عامو هو مش تودفونو ثهر كمال فونو تغلط متيقن يوم قامو يا اثي دمينا ثلاث رعيتهم لي ثوا عم صالون يوم ودات رنا فريس طيب وزتر يوم ودات رعيتو مليوة يوم ودات لوثو هاوي وميد زتر معادي عامو فايشي لروال ويوم ودان نربع نقل حريتو أخا هول يوم دعروتو متيقنو يعني كل يوم وأي يوم أتلوثو ميحارو يبنى الفوات أثن عبيرو نافيقي إيل ما يكون ثيوة متيقن اثن ما كي بيد مالوخ بقامته بتريت لثم يقامو يا ستوكول مربثو مستور ستوكول الو بيو محريني اثن ماطن يوتوبوري ماطن نور شوبينغ ماطن مالمو ماطن مدكوثو مدكوثو مش احلى فيك متلفنيو كميو كي بان ثينا دمخينا استبعيتو كمينا اهلا وسهلا عيتو فتحتو يو الي خونا قدميتو دمخيتو كيف خدمو هاو قاسم لانستي فتح لنا عيتو فايشو عيتو فتحتو كل 24 شوي بيومو الفوث احنا دي موضعون وثد مدلان وعافينا وشامعينا لكمو أرحي دحزالي إن داثالو هركي بس السعوراني دآثن من دينوثم شحلفي هنك ستحزالي عيني مدي؟ قاود دسلو ثد كسيمينا وعصرية كوي ووخا خطيف وخد من كمينا لمج ضباب كوي وعلى شبابك يعني كبي وخد صرتو دي نو دي برنوشو يعني لا بحد عمر لو لا تيوم مدى ضبابيو ولا بحد عمر مو بموت كنت في صرتو إلو مهاي من غلبة كل حزيلة مدى يعني أنا بشور حزيلي كي بيسهنو نستي حزيلي بعيني بحا مكة ويدلكوي هو على نورمال ضبابانو حزيلي صرتو ديل داثالو أنا بعينو ثي كمانو أنا يوم داتلوثو إيه لغستي حزيولو حزيولي إنو يعني يوكا صرتو غلبة قرحتو غايلي من الفناس على التبدي ساقي إيه لوك بعند فيشة أعمينا مو أنا إحزيته دع ليماني سد هنك سد كمي حزيولا بس فيشة أعمينا هركي بربند إذن تودي عدو إيه لوك تودي لوك إن كتلة نركي تري أرحي هتستي قدم هركي تري أرحي دهنك بعينو ثي كمي حزيالي كوبعنا محكيت لن بقامتو إشميخو منيو وبثر محكيت لن أي درب وحزالخو إن ضفالو مريم هركي أولا بسم الله أبو الأبن وراء قسلان واحد أمين أنا اسمي داود إليا أحد أبناء رعية السيد العذراء في تينستا وتابع أو عضو من أعضاء خدام السيد العذراء في تينستا كمان يوم الأحد المساء بعد الاحتفال بانتقال السيد العذراء من باللوكال هون كنا كلياتنا مع سيدنا المطران وأبونا رحنا على البيت بعد ما رحنا على البيت شي بالساعة 10 أجاني تليفون من أحد الأصدقاء باعتباري عضو في الكنيسة ويعرفني هم كويس خبرني قال شفنا على الفيسبوك صورة لظهور السيدة العذراء فوق الكنيسة تبعك ويا ريت نعرف إذا صحيحة ولا لا حتى نخبر العالم أنا أخذت زوجتي وجينا مباشرة على لوكال الكنيسة وشفنا عدة عائلات ومن بين الأخ كرم كمان كان موجود وأولاده ومرته أو بعد بلشنا كان يرنموا قبلنا أنا بعدين أنا كان بلشت أرنم أنا ومرتي نزلنا أرنم شوي بعدين شفت الظهور العذراء شفته أول مرة ظهور العذراء على شكل تمثال
أو سيد العذراء نوراني فقط، يعني على شكل أفان فو شركان، فوق الشركة، فوق الكنيسة بالضبط، إيميتن أفان فو إنترين، فوق السطح طبعا. بعدين بقينا نصلي، أنا صيحته ما بعرف إيش عملته، يعني بوقتها خفته وتلبكته باعتبار أنا أول راح شفتوها هونيك موجودة. بعدين مرتي كمان شافتها، وكمان هي كمان خافت، شافتها على شكل أوضح مرتي، شافت الوجه والملامح كاملة. وبعد شوي كمان شاف الأخ كرم وشافوها، كان في معنا بنت حماه ومرته والولاد، أولاد كانوا صغار معنا كمان شافوها. وبلشنا نصلي وصار التليفونات نخبر للعالم من واحد لواحد، صرنا حوالي 100 شخص أكثر كمان. خبرنا المجلس الملي الأخ تغلاد والأخوة التانيين، خبرنا أبونا يعطيه العافية كمان أجا فتحوا لنا الكنيسة، باب الكنيسة، جبنا شموع وبقينا نصلي، أخذنا كتب وسهرنا سهرة روحية حقيقية يعني هذاك اليوم. أنا شفتوها تقريبا الساعة 10 هون للساعة 2:30 هالف ترين بنطن. أيوة بالضبط، شعلنا نار وشموع وبقينا نصلي أنا إلى وقت ما رحنا. يوم رائع جدا. اليوم الثاني، يوم الاثنين اجينا لهون وبلشتوا اساعد كمان الشعب حتى يدخلوا. اجى عالم كثير، اول مره نشوف عالم هيك كثير بالكنيسه. يعني بعد ما العالم كله قادوا صار ابونا قام رحت وحاولت اقعد انا كمان اسمع باعتباري مشدود بدي اشوف العذراء جوات الكنيسه. بالفعل اول ما قعدت وشفت العذراء جوات الكنيسه على حائط الكنيسة الأيمن يمين الهيكل، جوا الكنيسة على شكل أيقونة ملونة. لحظات بعدين شفتوها تحرك طلعت، أنا قمت أجي لقدام الشعب بلش يصيح ما شفتوها، طلعت لبرا مثل ما هن شافوها صار تطلع برا، يعني أنا ما شفتوها خارج الشباك. بعد فترة كمان رجعت ظهرت وشفتوها كمان مثل أي شخص، وأعتقد مئات شافوها كبرهان. ونحن نؤمن بالعذراء، سيد العذراء بدون ما نشوفها، ويا ريت الكل يآمن هو ببيوته بدون ما نشوفها، لأن نحن كل إنسان مؤمن ما لازم يشوف حتى يصدق. المسيح قال طوبى لمن يؤمن ولا يرى، ونحن الكل خلي يآمن بقلبه ويصلي بعمق، راح يشوفها أكيد، راح يشوفها يعني. ويعني أكثر من هيك ما فينا أحكي، لأن شفتوا عدد اللي ياخذ حقه كمان. يعطيك العافية تودي ساقي، الله يعافيك تودي ساقي. هات ستة إيش ممدعت إيش مخمنية وبثر أي دربو حزيولوخ الفوز هاتو دمرخو تحزيالخو بعينيخو تساقيوثو نقاوثو كبعينا ما حكيتو لو عامو أي دربو هويو. كرم جرجس، كنا محتفلين، كنا محتفلين في عيد العذراء في إيجي بي جورت في كنيسة مار بطرس في هلومباري. بعد ما خلصنا هونيك جينا أنا طبعا أنا ومرتي أولادي جينا نكمل الاحتفال هوني، ضلينا شي للثمانية شوي هون عم نحتفل. بعدين رحنا على البيت. طبعا أنا حب أسمع سياسة وأخبار وقعدت على التلفزيون عم بقلم في القنوات. مرتي قعدت على الفيسبوك، والله ما في شغلت أبو ساعة زمان، قالت لي كان في صورة للعذراء كان نزلت بين تينستا ورينكي بي. قلت له لا، الصورة صورة العذراء مو بين تينستا ورينكي بي، فوق الكنيسة، لأن هي كلها تتبارك الكنيسة. قامت قالت معقولة؟ قلت له أي، قموا البسوا يلا بدنا نروح على الكنيسة ونصلي ونشوفها. قمنا لبسنا أنا ومرتي أولادي وجينا على الكنيسة. جينا على الكنيسة، طبعاً باب الكنيسة من برا مسكر السور. وقفنا قدام السور وعم نصلي أنا ومرتي وأولادي. بلشت العالم تتجمع وشوي شوي عم بيزيدوا الأعداد. نحن عم نصلي طبعاً والناس عم تكتر. أنا شفت العذراء دخيل اسمها فوق الكنيسة، فوق سطوح الكنيسة. أنا شفتوها مثل البرق نص كاملة هيك، برقت قدامي ومرت.
طبعا الاخ داود كمان شافها ومرته شافتها. بعد ضلينا نصلي شيء لساعة ونص، يعني تقريبا صارت بال 11 ونص 12، اجى الزعور فتح لنا الباب الرئيسي تبع الكنيسة السور البريني من برا. دخلنا تقريبا بال 12 ونص دخلنا لجوا، دخلنا هيك على حوش الكنيسة، بلشنا نصلي قدام باب الكنيسة، بعدين برمنا ثلاث برمات حول الكنيسة هيك ونحن عم نصلي، وجينا وقفنا قدام باب الكنيسة. نحن عم نصلي أنا شفتوها وجهة كاملة نور كامل. شلون الصورة هاي؟ شكون غلبة دمينج غيري مينوخ كنتوا أنا شو تعمو هيش حزيالي. طبعا شافوه كتير ناس مو بس أنا، لأن أنا عم بقول لك يعني صورة عضرة فوق الكنيسة يا عالم شوفوها، في ناس كمان شافت، وكلياتنا نعرف العضرة موجودة لأن العضرة مو ميتة. وفي نفس اليوم صار يمكن أكثر من 200 ظهور للعذراء في نفس اليوم في أنحاء العالم كله، وأنا واحد من هالناس. أتمنى من سيد العذراء تحط لنا في الهيكل هون، لأن نحن كلياتنا نآمن وكلياتنا مؤمنين، بس في ناس عندهم ضعف شوية بهالإيمان. أنا واحد من هالناس أتمنى من العذراء، لأن العذراء هلا عم تسمعني أكيد عم تسمعني، عشان تحط لنا هون علامة على هالهيكل. أنا أول امبارح واللي قبله عم بشوف ناس بالآلافات عم يجون، 3000 شخص عم يجون. هل 3000 تطلع فيهن هيك؟ الكل مبتسمين، الكل مبسوطين، الكل فرحين، كلن كواس مبسوطين. من أول قبل الظهور كنا نجي نطلع في بعضنا وإحنا نريد يطلع في الله يزاور الثاني. الحمد لله كلياتنا مؤمنين وكلياتنا بدنا نشوف العذراء، وان شاء الله راح نشوفها وتحط لنا هون علامه ان شاء الله يا رب على الهيكل. تودي ساجي لا تريد تاخذ استاذ حزيال خد محكل خو هركي ومدد هابي عم يخو بلشونو عربويو اصلا وثو ابركوثو دين دا صالوه مريم هو لو بس عم يخو الو عم كلينا. تودي ساجي كفشيتو هش عمينا هش بو حيونا كفشيتو دورنا وعد الملفونو تغلط اسعد ملفونو تغلط دمينا آفي عامو غلبة ممدينو ثم شحلفة موافرو دوسبت كولي وردو بريثو كولي كوشمعو حاتو من كوشمعيتو مو عمانو آفي لأن قد سمل سعروثو لعيتافي عامو سريويو عم كول حبول يعني دمينا ميحي شكل شكلاتيو كيت نوشي مهيمنا كيت نوشي فالقدم هيمنا كيت نوشي لك مهيمنا بحدون أخلا أم هاي من أثن محلقة روحية كي يعني محلقة روحية كم رغلوث دمينا ديل داطالو هركي دام يعني يأتي هركي بشوعي وباخن هركي وكيتنا يا أثن ستة شامعي شامعين أثي مشلمون يا ملفون وتغلط إينا مشلمون أثي يوم دعوت تفايد كتو يقرثوا كتوان أبرو كأيو وطلب مخوري دمصالي لأن بعوثوا مينا ديلونويتو إلي إلو دعنا الإجغالية كيت نوشي لك مهيمني ولك عبر محية وخامدة ونقل هاني كي نقات مجغولي مادة كدوه مادة لطو وكوه حرب واد كيت نوشي غلبة كمي سمي ميدانو لشان ملتمي زوزة سمي ميدانو بني ندعي تثي لكامل لازم ميطعمر ميتكمل سمي ميدانو لشان مطني هادومي إلو يعني غلبة شامعينا مملو لطع مختكمر إلو مع عبر بيتنا منفق للمخصر حريته من قازو زي مال تمخو لوكرون عيتيدا نزا كيبيد منو عملت يعني احنا في صحوية احنا غلبة وطريلان ميدانو دوي روحونو ايث يعني كتو دمينا هاو هركي موزوغو دعيتو مو بمو روحونو زوزي لمد لم تنوشو كل حداثي ما حتلي ميدي لو مهاش ديدينا مديلان كي صندوق ودفاقرة تشكينا نانكس تشيك زوزي الو مرلان كل يوم وخوري خريدان نعم طلع عمر بيتي نقاك مشاري ومملايدك كمر والعامو احنا لك بعينا زوزي لك لازم دوثي ماك نوشي ماك وش علينا زوزي لك ميدينا ولك بعينا ميدانو كبعينا تفويش روحو نويو مو بمو نقص زوزي احنا ولا لطنا نقص زوزي لك بعينا زوزي وقام سملا والحمد لله يعني ايتيدان ملكو وكتلان يعني إمكان مصرفين هذا التور الزتير على الميدان ودزانو لخلف ستي غاملت احنا دوينا هيش صحوية الزتير وزتير
يعني هاتو خدم دبرونو ثم تخو فسقونو مرخو كل سعور ود اوثي لاركي احنا مين مومونو زوزي دشنا لك مقبلنا قنا فيشو بيروحونو يثوت وعاملو موفق اشتغالية اومر هاني سيما اللي تاقورو ثدي عتفي إن بشرة أخا بيوم وقامو يلاتمينا زولينا احنا وابو نخوري مرلان زوزي لك مدينة متنوش ومواصيلا رابي ونعيمة مسيعتو أو مجا بحريني مسيعو ثحريني نوشو لكو مويد كرون منوشو من دبيلكو مضعيرو لنا إلو خدمولي نقات نوشك محلقي وعلي يرعو دكوثة أخا هانك محتيلا صندوق ضفا قيريك دزن لفاقيري ونحزيلي بعيني هالكي هاني شبث ديوموثو كل رمشو كل رمشو كل رمشو كيتو ملثو كيتو قولي كيتو روحو نيوثو بيعتافي بنا الفاود عامو كوثيك والخو مصرافي تمد المدخو ان شاء الله نخبر حارويا ماذا هيك معذرونو ثلو مقبل خو لو لو ان متيقين كي بيضمنو ماذا يعني لك لازم فوش تاليو هذا يوم ابونا خورو يستيك دومر علي كنتو حا علي مؤثي ممديث ثلو مسيدينا تشغيل عمينا ومر كبعانو ماذا دبينو معمريتو عيتو كبعانو دوينو نوستي مش توتفو بينيو ندعيتو من كيتو نقوصو قايم الله كيتو قشتو ده هيكلو كيتو مدوني حريني عمر انه جمعنا قشتو ده هيكلو ميطامرو على الحشويدين عمر بيت الفون اقلات مهايمنو حلق لفوثو لقاضرين دمينا للو ما حتو ازوزي ومصرف بقشتو ده هيتو هيكلو مالفون تغلط اسعى تودي ساقي ليحو بذخو تودي ساقي لو تعبد كو تعبيتو دي لو نويف لو تعبانو دي شمثاث دعدو دهابي اتد مريو ثاني هاركي وزاب نخد ما حدخو هركي وتعبث خده خلوع مدخو تودي لحور نخو كل هركي وعدو قعبرينا القرو وآلوه وكلنا عم حذو ذي مده وخاق غالب كاريو بعد مدد وانا تودي إليخو سريوسات وتودي لعمود حاضيري وتودي لعمود كشمعي صبينا دالو شمعينا قرو وروحونويو باسيمو أديما معبون معاليو مورد ديوس قروس بن يامين أطاش وكيتلان كهنة وشاموشي ماقيميلان قروو روحونو يباسيمو ليل داثالهم تودي ساقي إلوخ وتودي ساقي لنا حنوناني استيم فرجانا ميقري حازو يرحيمي هركي احنا خد سريو صادق فرسينا وقروو آلوهو كولي حايو لو عمدانو سريو كولي ببريثو بثرمو قروو آلوهو استي إيحو ثيدي أمل متي هي هركي قدو أعمينا وبينو ثيدي بوسي مولو ديذان هركي دوما فرحو هي استي قد سيمو ما قبل موثو عم أرحم شحلفي دحزالي كل من دحزيلي ودكتلي رخشة كوبع محكي ميدي ميدي حايو بسريو سطلوع عميذي بس ميدي توبي بشرولو ميدي دهاوي أعميي دحزالي ودرغشي كبعينة دهاركي ميدي إسوري لوسي مولو ديذن دمشغولي عم حوثينا أمل متي دم سيبو ما قبلو نوثو أعميي وعدو قيروو ألوهويو كلينا عم حدوذي فقوثون
هل يمدين تغيو حانو دام دوغ إنوني من نغفستان يحلو فين افراح عملين وصلو في مودي لتو دكلو نقادي شاكرا مرمو Thank you.
علاثي اونوستي مينك لتشامعنو يهيمونو ثافخو دبمورا نيشو عمشيحو وإيحو بفخو قب كل أقاليشي لوكو كولينو متمودينو عالفوثيخو ومذكرننخو بصلاو ثيدي دوالو هيدي دبمورا نيشو عمشيحو وابو دي تشبحتو تقبلخو روحو ديحي خمثو ودوغليونو بإيدح ثيدي ونهري أعين دلبا وثثخو ودذعوتو منيو أسبرو دقريونيذي ومنيو إرابوثو دوشبحو ديورتو ثيذي بقى ديشي ومنيو إرابوثو دوحي ليذي إيبان بانيتكم هيمنينا وخديم عبذونوثو دوعشنو دوحي ليذي تسملي بمشيحو وما بينيذي وموتولي ميامينيذي بشمايو للعلمي كله أحيلي وأشلطوني وأموراوثو وللعلمي كل إشمدكو مقري لو بالحوذي بوع المانو إيه لو بوع المودك دوثستي وما حتلي وما طعلي كل ميدة تحت رغلوثي إيه لتكتيو للعلمي كل هولي ما حتلي ريشو ليعيتو تكتيو أوقش ميدي وشملويو تاوت كل كلكم كامل بارك مور زبنا وخيد ام دبرون وفيد موران والون وفروق ودين نشم شيحا من فتحي اراد البسر من فلدو قادش دو مريم هولندي سمح العالم الحكيم ويا الحكام للعالم عدمي واكيد وروح ونجس بوي أثيو إيمو أن حنوني كاليوين الأرواد مشادر نوشت قرلي وياتي وواحد رمشيحو مجمع مر عليك على ايمو كان احنونو كطلبينو
عضل مشيحهم ليلين من يعيني ومن يحنوني وحر لي باني كتبيني حضاري وملي كلائمي وكان يحنوني وحوفي هاو السيم وصبيون وضعلوها هاو يؤحوني حوفي وإيمي بالخمور الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينونتان أبديتان لأنهم قالوا إنا معه روحا نجسا فجاءت حينئذ إخوته وأمه وقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هو دومك واخوتك خارجا يطلبونك فاجابهم قائلا من امي واخوتي ثم نظر حوله الى الجالس وقال ها امي واخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي بالخمور شينو مشنو مالكو يوم
اللهم اقرب اسمهم حسيانا بارك مورخ المدكيان وشبق عطوي ولحوي ولمذاد البشدان ويات موريالو بمرح مولوت الحوب وخلحتو هاي راور بيوساقي ودنو مثلي ولحتو وادخل عمودي لخم هيمنو مريح وصطاب وثراحم علي اهادين موري والله اهاد بيتو بالنفشو ثن ونفشو دابوين وداحين وضربون واد ملفون واد عنيذاي وادخلون عنيذ ميمن يلد دايتو دي لوقاديشتو وامشاباتو اني احمر يا الله نبشو الذون وروحو الذون ورسطال ودرحمي ودحنون وعالقرميهون حسايام حسيان وهو الى الولهون شيحو ملكان مر يا موران مرات اجبوتون اني الى الموروتون يولان وتلادران وفرق لن وقابل فيرمن واصلا وذن ودغش فوثان وعبر الله برحميك الخلي المردود وقيش يوثو والشاب تمشي مون ادرغ زمين البام رحمون وذوخ مريوك لي وباطل وعبار والحرب طب فويدا مليخ والغبر دا شلوم ومرض شين ودا شلوم وشو الخلان والشلوم شي حويو الاخر حي موفي وشوف الريق وراب وذوق ما نالان لخش بحال وقت ودي ذا مسقينان هوشو وابخو لزباب سقدينا وكم تراجينا ليالو ثيدو دمش في لخلن لي تشمش تود أسرافي أخادي جياي شو تفتو خلان براس سغيد ديالو ثيدو حتى دم حاسات لان دم سمحات لان براح ميدو خش في عين حتى تقيمين قاموثا قادي شايف هموم اذب حيثه قادي شود مكهنين الاخ زيايف علو فاثو ريثه روحانا دم شغرت له روحيثه قادي شو ودم قنشت له لحمه لحمره كنا محتقا مثينا دم زاهدا فغريدا والنفش ذيدا دم قدشت أحوش ذيدا وترعي ذيدا مشغت مينا كل صعصاعد احطيثا حتى دم كهنينا لخدب حهاني ولم طوشي وتشوينا للطوب دم لخلق دموع اللخلق قادي شيذو أخحذو أعمي وبينو ثيم سقينا لو شبه توميثو لبا بيذو قلو روحيذو قادي شوشو قول الزبان آن العلمي أمي مريون قابل حسو يخلان عدن بسما وثو من الأول قابل حسية حبي وشفر لحطوه بتر علمين علم علمين
متحط يا عبدي كات حيصب ضرب النفس شوفان نفس شوفان بعد حن وضربوني منفوني وداني ذا كلنا نيد ما يمني بتني ولولمي شون فرقونا انا يكن ودن خينا محاده بسرت حبا شاليم لحدود انو شفاق عدشتا ومويتا ناسق نقشبا تودي ثانيا يدا يبرا واروحوا دينا قدشا وشا وفرسان قلمين No.
ولحمدك والشكر ابنك الوحيد وروحك الكل قدس والصلاة المجود له المحيي والمساوي لك بالجوار الآن وكل وان وإلى الأبد قم شفيت قم دحنثو قم نفوثو قم زيوثو قم قاديشوثو
حينما
فذكر أيها الرب موتك وقيام ذكى مضي من ثلاثة وصعودك إلى السماء وجلوسك عن جانب الله الأيمان ومجيئك الثاني الذي تدين في المسكنة ديننا تنعدلان موفيا كل نفسا ما ميلان فمن أجل هذا نرفع إليك هذه الذبيحة غير دموية لكي لا تؤمننا بعذاب فمنا ولا تجازنا بما تسجب خطايانا لكن تغمد بجد رحمتك ذنوبنا فإنا شبك مفتينين إليك وميراثك يتوسل إليك وما كان بك قائلا رحمنا Amen.
ثبت في نفوسنا تعليم أئمة
بالحق الملافنا الذين نوى اسمك القدوس في الأمم والملوك وسائر الشعوب ماحقا الأوطقات التي تضايقنا واجعلنا على المذول أمام عرشك المأوب مثولا مبررا نرفع إليك حمدا وشكرا ولابنك الوحيد ولروحك القدوس لنا وكل أوان وإلى أبد قد لوحت النواغذ الثيم ولعبت عامي لحكم مسبب ليس فيقوم إلا بالحود ووحيد بغيظ بذحنا سبينا رحمة حزينا شبقانا نحطي إلان والليل أن يوس وشبو وقال وشرع الثاو دلان ودله ليل ضحطينا واحفظنا عند انقضاء حياتنا بغير خطيه واجعلنا تحت اقدام اصفيائك
متى وحيثما وكيفما شئت فقط بدون أواني خطايانا لكي بهذا وبسر نعمك يمجد ويبجل اسمك الكل الإجلال المبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروعك لكل قدس الصالح المجد له المحي والمساوي لك من جوار لنا وكل أوان وإلى أبد لتكون مراحم الله العظيم ومخلصني يسوع المسيح معكم إلى الأبد. Thank you.
ونقدم السجود لابنه الوحيد ونهتف بالدعاء نحن الذين بين يدي نسلم كفتي حياة Yeah.
خلاصا فنسميك ونشكرك وابنك الوحيد وارويك الكل قدس والصلاة المجد له المحيي والمساوي لك بالجوار وشوق الزمان والمين من شادری آموزی ابرکو ثید و خم قادش فقره و نفش آفرو حد کلان مشفیلان لیش و تف و ثد روز محیانه دمشی ها و ما خصانه ایده مسخینا لغ شفات و دیثو لو يعيد يبريد بروح القديش كد يطوى وسغيد مسيمون دحاي سويا وبيا لوثو وشوف الزمان العلمين امين با رحمون رحم علي وعدراي قدس القادش ولد خيام ثيابي من Hi.
والروح حيو قديشو حادي ذهون علم علمنا شما با وبر روح و قدیش و حضب و شریر و عالم علمین امین امین خلینی احکی شوی بعدین انت بعدین خلی احکی کما بدین الالوها بو یومان و ابریخو دمن عمل اعلینا بو حضور دو امان و ابریخو ادیو ما کدیو هرکی حاضیرو بی ولای بعاصمة دسويت هركي بستوكولم بولاية تنستا بمناسبة دوبنيونو حاثو دي إيتافت كتيو بشمد يلداف الله مريم أديو ما كتنا حاضيري هركي وما قملن إسلو ثافي دو قربو آلهويو لوي قورو يلداف الله مريم هاني مدي دك مو يومي أم هيمني كوفن كم صالم قاواد قايدو بنيونانو كتيو بشما دي تلدفاله مريم ودمحويلة روحا يلدفاله مريم نوشي غلبي أحابي بيذن أكو هنم يقري أم شمشوني وأم شمشنيوثو وأما جالس دعيتو ودشوتو سيدان
وعامم هيمنو سريويو وعامم شيحويو كتيو حاضيرو وعامو كتيو مي غير توديو فعديو ما حاضيرو تبيوماني بمناسبة دي تضمرتو تكوم حشو ودهويو هايو دمحويلة يضاف له مريم روحا للعلمي إتافي كتيو بشمع حبيبي ذن إعيت ذن إسريتو عيتو كتيو الساغ بو إيماني ذا عيتو دايما ليكود أزايو قادير مشتسو روحا بنيو روحا ما عمرو روحا لو قران دو زبنو ودو وقت كوسيمو روحا ساغ بيدو كثودكو عيشو إعيتو سريتو كم حشوه إيتو دترتي بفر ميعيتو دعاميرو بقدس إيتو كم حشوه إيتو سريتو إيتو دانتيوغية إيتافي دم التلميذة دم شيحو فطرس وشليحو دم السولي دم السولي بأنطاكيا بدولافة أديومة سوريا تكذعين لا دم قبيلة ولشونو سريويو لشونو رشمويو بقابدي إتافي ميم شيحوثوه لديوما أعيتو فايدا كو عمري بش ميدقا دي شي كو عمري بش ميد يلضاف الله مريم كتيو يا إيمو دو ما خصوني إذا نيشو مشيحو لاتشيو ميدي حاثو إيتو دمرتو تكو محشوو أديوما بايد محويلة روحا لما يمني بمناسبة دوبن يونانو بأمارافة كتيو شافرتو اشميد علوه دك مبارخ ايبه بالمستقبل واديو ما وميدتكو حوزينو بنعمة دالوه كتنو رعيو دي مريثافي لك حوزينو تدمرتو عجوبة رب ترموخا ومعي وميمنانو وعامانو ميدكوثو راحوقي وقاري وتحاضر هان غافي ويتدمرتو يا عامو ميمنو تودي لالو تودي لنا عميدي مرتم ليلا أتي دمروثو وعجائب دايما كجورن كجورن لينو بطبيعة سكيدو تدمروثو كدني لا لعن معاقل لا لعن محيلو مصديونو دوبا نوشو كمين أنا تدمروثو لو تدمروثد لو ايوا لتوا ممكن اديوما زتن متري مليار مدة ترالفو اشني جغر مو عامو داوي سهدو جغر مو عامو دقطيل وددبيع نشان يمشي حيوثو لتوا ممكن لو ما تدمروثو وعاما ندمق ولا يمشي حيوثو اي تدمرتو ربثو هايو تمشي حيوثو دايما كتيو توديثو دوشينو ودوشلومو شيحو شبحو نشبت كتيهوري وريشو دي توديث ايضا لوبو سيفو ولوبو سلاح ولوبي عسكريه فيتحلي اعلمو اينم فيتحلي بو ايمان فيتحلي بطد مروثو بعجائب سمني بيدي دا التلميذي ذي ودقا دي شي ذي يلضاف له مريم كتيو هي لنعمل كل اقادي شي حبيبي ذن وزرعانو تكتيو دو شين ودو شلومو وزرعانو تكتيو دو إيمان ماطي لبلداني لبلداني كتويني جامودي لبلداني كتويني قايري هو حرارة بيدو كثافة دو إيمان بي يوماني إن دفاله مريم محويلة روح عنو شي غلبي حبيبي ذن أونو شخصاً حاضنو كم كوري هركي أونو لو حسيولي بس أونو كم هيمنو بين دفاله مريم تحوزينو لا لو حسينو لا لا تيومي موسى تحوزي إن دفاله مريم لا تيومي تحوزي موسى نقاديشي إلو موسى نازمتو إستاغ إيماني ذي حافي يتدمرتو رقصو لكن أونو كم هيمنو ميدي بفر دي أماراتي غلب من كذعين أو أصاصي ذا منوى ميقم بنيونو بسيط
بنيونو سويما مكرو لما دارس ولينيولو في هركة بأصمي لسويت ستوكولو إيدو كثافي أبوة مكلو جسدي لحمو كتوى أرعونويو لكن آلوهو الخلق لي بل لي باوثو دوكو هنا إذن أم يقرو أبونا خوري نعم الطلا ودوما جسم لي دي إيتافي ودن ابني دي إيتافي دم غيري ولحمانو فغرونويو صيميلي لحمو روحونويو هو يعيطو لعلو تخلقو لحمو روحونويو لما يملي يلدى فالو مريم هاويلا ايتوثو غلبه وشميدا بس انا كم هاي منو بو ميدي دام هاي من احسن ايدا فالو مريم لا تشو ميدي عجبو ما دام ام هاي من قادري ما امري وابن يونانو تكريم الوشميدا هي السنه ابي عد ما دعرو ميدي ميطو وثاث دم هاي من قدم ايتاث الوشميدا تكريم الوميدانو دعاي رفثو ابي عدهومي لنا ابن دي ايتافي دمحويلا روحا رمزا بسرتو واحنا كما يمنينا بسرتها في السنة دي مدافع له مريم كتيو هي الساعة على وخي يا حبيبي ايضا احنا كما ودينا على دائما كماق نوشم هايمنك نوشف شيطي بسيط كو قدري بواسطة ايمانا في دوبلنا رمزو دقا دي شيذان يلضاف له مريم تاودي يلضاف له مريم ظل وبلدان وام قد شود سويت مبارخلا بايد محويلا روحا البارثو عليمتو بواسطة سرتو وإي سرتافي نقحريتو هويو بو ميدن أم هاي مني كمي وتحسي اللي يخد عيوه وعلمي إيتافي وحزي السنة حيثر إيتافي احنا زترما وخميد الكبعين من دافع له مريم إن دفلوا مريم هي دائما كتيو أوقات كتيو محامي كل نوشكم يا قلا كل نوشوت كدوعي مينا لو بس أمشي حياتني إلو بيوماني كحزينة ما توديو ثلخروي صدقافي لينو أعام السنة كما قبلي مريم إيه مدمشيحو أحنا كما قبلينا لا مريم مولدنا آلوه وهنا جسد لالوه كتيو يشعر بشيحه هي إقيامته وحاية أحبائي الكهنة والشمامسة والشعب المبارك السريان والشعب المبارك المسيحي والشعب المبارك الذي حضر في هذا اليوم المبارك بمناسبة المعجزة الذي العذراء ظهرت نفس المؤمنين في هذا الأيام المعجزات ما غريبين بكنيستنا السريانية الأرثوذكسية كنيستنا السريانية هي تأسست من بطرس بأنطاكيا بعاصمة سوريا ومنذ 2000 سنة هل كنيسة محسوبا هي كنيسة حية بإيمانها بكهنة وبشمامسة وبرعاة وبشعب المبارك تكريما للعمل المبارك للشعب المبارك الذي عمر دائما نفسه بكل مكان وعمر هالبناء بناء باسم العذراء مريم وعذراء مريم هي دائما ام ربنا يسوع المسيح رب ام الهنا تكريما لهذا العمل الجبار الذي قاموا وعمروا وغيروا هالبناء لكانت مطبخ الكبير الذي كان يصنع الاكل للمدارس والطلاب في هالمدينه لكن ربنا دائما يفرج معجزات بواسطة المؤمنين يغيروا المكان من خبز الجسدي للخبز الروحاني
الأكل الجسدي كان هون، لكن اليوم نعيش بشكل أكل روحاني. تكريما لهالخدمة وهالبناء، العذراء مريم رادت تعطيكم بركة، تعطينا بركة تيجي وتفرجي نفسها المؤمنين حتى تدل على محبتها وعلى رضاها لهذا الشعب المبارك. نهنيكم في هذا المكان المقدس، نهني الأبونا خوري نعمة الله الذي هو السكرتار لأبرشتنا، الذي هو عنده خدمة بالحقيقة منذ سنوات طويلة، عم يخدم المطرانية ويخدم هذا الشهر المبارك بتوجيهي وبمحبتي وبشجاعتي. ومجلس ملي كل واحد بدوره وبمساعدة ومعاونات والتبرعات المؤمنين تغيرت هذا المكان من مكان البسيط إلى بيت الله. نهنيكم فؤاد، تكون هذا المركز، هذا المحطة الذي مريم العذراء زارتنا من قبل تدشينا. صلوات ودعات دائما تكون معنا، ونرفع مجد الله الذي أنعم علينا، أنعم على الشعب المبارك السرياني المسيحي في هالمدينة تنستا، وصارت هالمكان مركز الله ومكان الصلوات والسفينة الخلاص المؤمنين. أبونا خوري نعمة الله، أنت اسمك عليك، أنت نعمة ربنا بعتك هالبلد. مشكرين الله كما نعم علينا دائما بكهني بديروي بكهنم يقرف رابنا نعمة الله هي ورعيو طوى دائما كويم ورعيو لقط أيذي ونجحانو هي ومجد وشبحو لالوهو يو وشبحو لوكو نفخو يو وشبحو الكليخو يو يا جماعة. الله مبارك عليكو ويلدف الله مريم شينو بشلومو بارخ لالا تادشو لان بيو مانو. حبيبي ذي احنا لو بتدم روثو كوميدو عينا لو بعجيب كوميدا وعمو سريويو وعمو سريويو ومشيعويو كوميدا بششو طيذة بحوفو طيذة. احنا لو بس ميدينا اي عجوبة اي تضمرتود هني حزيالي ان دافالو مريم ميدينا عليا بس نيشو حزينة وبنيونانو حزينة وشغلانو حزينة اي تعبافة اي دربو عاميرو الحاصد تلثمو يقروثو بيوماني أبونا خوري نعمة الله بيومو قاموه أومن نوشو غلطو طولوفو هم شاب ما يفهم غلط، ما حدا يقول هذا دعاية عملوها الكنيسة حتى تجمعوا مصاري الكنيسة. نحن ما منا بحاجة المصاري، نحن عنا شاب مباركين مثلكم نقضنا عمر كنيستين مثل هذا. نحن قلوبنا ماديا ومعنويا مع أبونا خورينا ما طلع ومع كفوات هسخيني. نحن عزرة آزف، نحن عنا إيمان فيها. نحن ما نستغرب
في بأساس الكنيسة في شيء بركة. حبيبنا فؤاد من قبل يوم كان حكاني قال نحن جبنا بركة، جبنا حجرة بركة من ديريك من كنيسة العذراء، وحطينا هالحجرة بركة بأساس تحت المذبح يا جماعة، ولهذا مريم العذراء ظهرت نفسها هون. نشكر حبيبنا وعزيزنا الرئيس المجلس ملي في هالكنيسة حبيبنا تغلط الذي يوما ليلا ونهارا يشتغل ويتعب هو وأصدقائه حتى يكملوا هذا المشروع، وإن شاء الله يكمل، وإن شاء الله يوم من الأيام على قريبا تسمعوا خبر كويس حتى نعمل برنامج التكريس للكنيسة باسم العذراء مريم أمنا الذي ظهرت نفسها لنا. وقداسة الحبر العظم مار إغناطيو زكا والعواص بطركنا الذي هو اليوم بأوروبا وسمع الخبر وكلفني أن أبلغ بركته لكم يا جماعة الذي كلياتكم حضرة اليوم. وعميدا أسريويو أديومات كتيو الأروال محدودة دسويت هاني شف ديوموثو هركي بستوكولم بولاية تنستا بوبن يونان وبي أماراثي كنت يحذو معي توثو دعاميرو معاميذا أسريويو دنوشم هاي من يحزن لي إن ظلو مريم علمي إيتافي كأنه أبيع دوبو بركثو لبن يونان لي أماراثي أول عيت أسريويتو تكو عمر بشمدين ظلو مريم ستوكولم علوها عامهم شكلهم شعلفو شيحويو أسريويو من كل الطوائف من كل الدينات آفن ما قف أشم عثي أم قادر ويومان أم قادر إيتيذا إسرييتو علاوخا كو مودينا لالو علينا مافي علي طيبو ثاذت كتيو بإيتو سرييتو عمو عامو سريو يمشيحو يبيرو دي قولوثو وعامو سريو يو عامو ساغيو كفوش عامو ساغ إينا قد كنوفق مورو ليه مولو ثايذي وإينا قد كنوفق مورو لي مردو ثايذي يا حبيبي أعماراني كوماديلي على حيدي سريو يثو دقير خيبو بلداني كوماديلي تكتني هنه قشري وكوبروات كو عمري لشان أنا ابني ديور ثو ثايذان أنا ابني ديور ثايذا بيرعاثي كتو يرعاث السنة وأنا روثاني هنه أرعوثو حاثي إلينا أعيتو ثاني قطوان هنه باهرو وقطوان هنه ملحو دوبن باهرو وبن طعمو لبلداني يمشي حيوثو زرعو طوبيو يمشي حيوثو طعمو يتكوبو طعمو لوبكلو لحيدو برنوشو علوها هوينا مورو لجوهر كيتو بيذينا كتلان جوهر كيتو غلبي قيمتلي عامو كتلان شرشت كتنا غلبي عامو عاتيقو عامو كتنا أقدم نوشي بيمشي حيوثو هوينا مورو لي إيتايذان هوينا مورو لي هيمون يوثايذان هوينا مورو ليه يوثينا إسرية إيتو بكل أفل قيدة بكل فرعيدة اللهم بارك ألو عامو سريو بكل تكثو وتودي ساقي لين عماثة دو عمانة ومدكوثو غلبة حاضر ضمنا ببداية حافظة تضمرتو كوب حشوبو تودي سريو يوصادو تلفزيون أيضا يعينو دا سريو يكتو بكل تكثو دائما كو نقلو عن أخبار كو نقلو أحوادث كو نقلو التضمروثو خبو الشكلانو لو عام أيضا بكل تكثو اللهم بارك بإيتافي هويو إيتافي لو شبحو دالو لو رمرمو دي إيتايذن ودو عميذن أسريو يو ببلدان ودو سويد وبوروبا طيب وثو دالو يا عميخو بالخمول سيدنا صاحب النيافة مالديس قولز بن يعمين 14
الراعي الأمين على أبرشية النيابة الطيكية في السويد. الإخوة الكهنة الأفاضل الخواردة وابونا رابولا والقصص الشمامسة والشماسات، أعضاء مجلس السنترال، المجالس الملية الذين حضروا معنا في هذا اليوم المبارك أيها المؤمنون. أمران حدث مع بدء الظهور أن نسمع لكل المؤمنين كل يوم. الأمر الأول لأن نقبل شهادة شخص واحد فقط عن أي رؤية للسيد العذراء أو ظهور يراها بمفرده، عليه أن يوثق كل شيء. والأمر الثاني لا نقبل أي عطايا، أي هدايا، أي تقديمات تقدم إلى الكنيسة طول أيام ظهور السيد العذراء مريم في هذه الكنيسة إلا عند إقامة القداديس فقط. أما بقية الأيام فنحن لا نقبل أي عطاء. نحن قمنا بهذا البناء ليس بإرادتنا ومشيئتنا، فقد هيأ الرب وسخر أناس لكي يقوموا بهذا العمل الكبير. سيدنا المطران قال عني نعمة الله، هيك سموني لما صرت كاهن نعمة الله. أشكر الله لأنه أعطاني هذا الاسم الحلو. وكل ما من الآباء الكهنة أو الأحبار المطارنة يذكرون اسمي خلاني أبدي من جديد في حياتي الكهنوتية. فالبارحة كنت ابن 36 سنة، اليوم راح أبدي من جديد سيدنا. أعمل في خدمة الشعب السورياني أينما كان، وبشكل خاص أبرشيتنا في النيابة الطيكية السويد وشعب كنيسة السيدة العذراء مريم الذين يعرفون مدى محبتي لهم ومحبتهم لي. فأنا أشكرهم على ألطافهم وأشكر صاحب النيافة على هذه الكلمات الطيبة التي أسمعنا إياها السريان باللغة السريانية والعربية. ما بقي يحتاج مترجم، صرت أربس لوس مع سيدنا. سيدنا تعلم يحكي عربي كويس بحيث بقيت أنا ما أترجم له، فعوض عن الترجمة بالسرياني الكل فهمه وبالعربي الكل فهمه. كل يوم نحن عندنا صلاة الساعة 7 مساء صلاة، نجتمع حتى نصلي ونصلي وسنبقى نصلي. وهدفي وهدف المؤمنين هنا أن تظهر السيد العذراء في هذا المذبح لكي تقدسه قبل أن يمسح بالميرود المقدس، لأن هي راح تقدسه. هذا إيماني. نهار الجمعة ظهر طيفة على هذا على هذه الجهة، أخذنا صور موجودة عندنا، لكن الصور ليست واضحة، لذلك احنا ما نقبل أن تكون صورة العذراء هي واضحة. يجب أن تكون صورة العذراء واضحة جدا لأن جمالها هو أجمل من كل بنات حواء. ليس فقط بشكلها وهندامها وإنما بأخلاقها وتواضعها. فنحن نريد في هذه الكنيسة أسيرة لكنيستنا، سيسمع ربنا دعاءنا ويقوم بإرسالها لنا لكي تظهر حتى ترون جميعكم السيد العذراء مريم في هذه الكنيسة. هذا المساء الذبيحة الإلهية أقيمت، ذكر اسمها هنا، يجب أن تحضر الآن، تحضر في هذا الوقت، في هذا الوقت يجب أن تحضر العذراء مريم. لازم حضروا قعدوا ويومانهم خدشوا سيدنا ما قبلي وذبحته ولهيته على مذبحه، مذكر لي وإش بيدا ما دام إش مذكي على مذبحه بدك يحضروا بعتادي ومذبحانه. صالينا معهم خلال الليبة حتى إلى الدمع عين وثينا تشمعوا لصلا وثيدا وتشمعوا دؤثيو عامينا أد يوما لشان إفسي حوثو روحو نيتو هاتد أد يوما لا تمينا إيبا تكملوا عينوتا تحوزينا أيو الضاف آلو مريم هاقي بيعي تيدا.
حتى تكتمل فرحتنا وسعادتنا ليس فقط بالصلاة، وإنما أن تفتح أعيننا بمرأة هذه القديسة الطاهرة النقية مريم العذراء، والدة إلهنا العظيم، والدة مخلصنا يسوع المسيح. فصلوا من أعماق قلوبكم واذرفوا الدموع، لأنها الآيات لا تأتي بشكل سهل. هناك عشرات من الناس كل يوم أنا أعرفهم أنهم يبكون لكي يرون العذراء مريم. هناك مرضى، هناك مقعدون، هناك محتاجون إلى شفاعتها وإلى صلواتها وحتى إلى معجزاتها. نحن نريد أن تعمل معجزات في هذه الكنيسة بين هؤلاء المؤمنين، أن تظهر لنا لكي تعطينا كلمة تريح أفكارنا وعقولنا. سنقيم الآن الطلبة الإلهية، وبعد أن ننهي القداس الإلهي والذي هو متهيئ وحاضر لكي يتناول من أسرار المقدسة يتقدم، وبعد انتهاء من القداس الإلهي والتناول سنعود إلى مواصلة صلاة، لأننا نؤمن كما أنا وأنتم أيضا تشاركون هذا الإيمان أن أمنا العذراء مريم لا تخيب لنا طلبا أبدا. ألستم معي؟ إذن فلنصلي، فلنصلي بدون توقف إلى أن تظهر. بهذه المناسبة اقتصر اليوم العطاء على طبق الكنيسة فقط، لكن اضطررنا أن نقبل عطية من مؤمن لما سمع عن حضور العذراء مريم. جاءني بشكل سري وقال يا أبونا أنا العذراء تطلبني مصريات لازم أدفعها. قلت له ما نقبل، ما بناخذ شيء. قال ما لي أنه ظهرت، لكن ظهور عجل أن أجي حتى أدفع، فأرجوك أن تقبل هذه العطية. هل أرفضها؟ فقبلناها. المبلغ 150,000 كرون، 150,000 كرون. مرحم شي 2000 كرونين مقادم لهم هيمنو لشان سيمينا أقش توتو دوما دبحو كاليك شغلي أبي رامح لك دوثن شغلي أكي بطل رياحو إن شاء الله دوثو تحوزيتو إعيتاتي كاملتو مقش توتو مو ترعو مو نوخوشو مو قدو دي معموديتو لفايش ميدي إلا مقدشينا لا إلا إلداث على مريم عامانيو كل يوم مريم صليو عامينا. هذا المؤمن، هذا المؤمن الذي اضطررت أن أقبل منه عطيته كانت نذر عليه، وسرع ظهور العذراء في أن يدفع هذا المبلغ، فقبلت كما قلت. المبلغ هو 150,000 كرون لعمل واجهة المذبح التي ستكون جميلة تليق بهذه الكنيسة. من اليوم وبعد ما يصير شيء مكويس بهالكنيسة أبدا، ما نقبل. كل شيء ما راح نقضى عليه وراح نبدله، لأن العذراء يجب أن تسكن في أجمل بيت في العالم. وأجمل بيت ليس هذا فقط، كل بيوت الله جميلة، كل بيوت الله جميلة. وما نقبل لا سدرتينيا ولا نوشبري تكون كنيسة ما أحلى من كنيستنا حتى إذا كانت غيري. شكرا للسيد المؤمن منير رازاي الذي تبرع بمبلغ 150,000 كرون على نيتي ونية عائلتي وعن روح أمواتي. عوضنا، عوضه وإيانا، عوضه وإيانا ونحن أيضا بالصحة والعافية والتوفيق. الله يبارك فيه ويبارك بكل جماعة كل العوائل المؤمنة. كما تبرع المؤمن داود عيلكون وشمعون عيلكون مبلغ من المال، حنا جورجيس ومريم نعمو أيضا مبلغ من مال الكنيسة، وسامي المقدس سامي صموئيل من أوربرو على ما أظن مبلغ من الكنيسة. مقدس سامي عنده تعب كثير بأوربرو، هو تبرع بالناقوس تبع أوربرو. الله يبارك فيك يا مقصيد. كما قدم المؤمن يعقوب طابق فيما وصي خبز عن روح أمواتهم لهذا اليوم. أحبائي كلمة أخيرة، ما أريد وقف سيدنا تبقان كثير، يعني في عندنا طلبات وصلوات، إما العذراء عم تنتظرنا أو نحن عم ننتظرها. نحن ننتظرها، ما أريد أخرها وهي تنتظرنا. بدي أشوف حالة لكم اليوم. أبونا أخوري أقول لك شيء، خلينا
نحكي بالشعور اليوم. احنا مهيملنا بانضافته مريم حزينا لا ولو حزينا لا يا جماعه هيملنا امنا بها رايناها ام لم نراها هي موجوده معنا دائما لو ما تعبينا انضافته كل يوم بتزاوي في لكي خلاص ابرك فينا كافيو الينا اذا ما اشتغلت العضلاء واذا انا ما اشتغلت والاخ ما اشتغل شرح في الشغل أبانا اشتغلوا قديسينا يعملون العذراء مريم تعمل كل الشهداء والأبرار والقديسين في كل مكان مار جبريل يشتغل في كل مكان ليس فقط في طرع عبدين ومار متى أيضا يشتغل ليس في العراق فقط ومار أوجين مار يعقوب وكل القديسين يعملوا لا يتعبوا من العمل ونحن نطلب بركاتهم وخاصة أم العذراء مريم نحن نطلب بركتها سيدنا خلص قداسنا نحن راح نظل نصلي لساعة 12 بالليل عندنا إيمان أن نشوفها اليوم كمان إن شاء الله اللي حبي يبقوا يشاركنا ساعة 12 بالليل إحنا معاكم واللي يدور على بيوته إن شاء الله هالبركة هاي تصلوا إلى بيته أبونا على كل نير نحن إذا ما شفناها كمان هي تشوفنا أكيد شفنا هي تشوفنا دائما يا جماعة مريم العذراء تشوف كلياتكم الله نقطة واحدة أخيرة في شموع باب الكنيسة توقدون الشمعة وتخلوها بركة معاكم إلى بيتكم كت شمعة بتقعد يعيته ما قيثوته شمعه مطفوته له مود له بركته ميلداته له أو ميعيته ديلداته له لبو تدخو الله أنبارك عليك كمل سيدنا قرية ليسون قرية ليسون قرية في هذا الحين وأرسل يا رب من خزائن مراحمك الشفاء للمرضى والعافية للمتوجين الإطلاق للأسرى والفرج المكروبين العودة لبعيدين ولضيا لضلين الألفة وارتفاع مخصمين والغفران الخطاة والصفاء ذنوب المذنبين والرحمة لكاف الموت المسيحيين أمنح يا رب كل أحد ما ينفع ويصل عن بحر جودك الطاف على كل من الصالحين والطالحين ومن أجل هذا العمل والإحسانات يجد ويمجد اسمك القدس المكرم المعظم من الروحانيين وبشر أجمعين هللويا جاء إلينا نحن
عابدك ضعف المتضرعين إليك في هذا الحين. استجب لنا ابتهالاتنا إليك واقبل منا توبتنا أمامك، ولا تصرف وجهك عن أبناء ميراثك، ولا تجبنا بسخطك، ولا ترفض لنا طلباتنا من فيض عطفك وكرمك. يا رب مزق سجن معصينا بعفوك، واغفر ما بدر منا بإرادة وبدون إرادة بحنانك. كن في تأديبنا بنا عطوفا، وفي توبيخنا ربا حليما، وفي دم جروحنا جابرا حكيما. انزل من قلوبنا كل ميل الخطيئه، واسرع في نفوسنا كل بذور الفضائل والصفات المرضيه. اشفي امراضنا واشبع جوعنا الروحي من خبز العفة والقناعة والتقوى. كن يا رب للشيوخ سندا وللتائهين في فايا في العالم وقفاري ملجأ وملاذا، وللضالين عن طريق النور والحياة المساكين والمعوزين عونان ومساعدا، وللمظلومين من الملوك والولات القساة حاميا ونصيرا، وللساقطين من عثراتهم مقيلا وناشلا. كن يا رب لليتامى مدبرا، وللأرامل بالنعمة والرحمة شاملا. عزي الحزانة وفرج على المتضايقين والمضطهدين، جمعهم عتق المأسورين بنيل الشيطان، واسكب روح الوداع والرفا في قلوب الطغاة الغاشمين، ليكونوا مع أرواحهم وتابعهم لطفا مسالمي. وأنر عقول الحكام والقضاة ليقضوا بالعدل والقسطاس بين أقصامهم، ويكون لحق العاجزين والفقراء منصفين. اللهم اجز عنا شبح الحروب، واقمع الفتن وابعد المحن والكروب، وطد دعائم الامن كلها، واخضع للبشر الارضيان الي، وحكم ضمائرهم للاستهداء بمعرفه شريعتك المقدسه، واجعل ذكرا أبدياً لوالدتك أبوي القديس مريم. أبونا يعقوب، أبونا يعقوب،
لكي بشفاعتها وسائر الشهداء والقديسين الذين أحسنوا لك بأعمالهم وأرضوك بخدمتهم وجهادهم وأخيرا باستشهادهم. يا حمامك بالمحبة والإيمان ونحن وأمواتنا نرفع لك حمدا وتسبيحا لأبيك الصالح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبد بارخ مور. هللويا هللويا هللويا. يا إيمورتي ذنب شبحتو كوسكنو لنا الميكولي أقاذي شيء مقبل عدو يصيرنا فيه ويطلب فيه كل من كقرين كطلاب ومن كمار يا وترود الرحمة كل طواف حيود لكل يطلب إذا خلي وباطلي كوم تراجينا نقادي شوف إذا ولا طواف إذا ما نمحينو إذا ما ناكي وإذا شنب شوذف كريذان شريا سينو ثيذان مساوي وما الخوة دار بيذان بعد الاشبي ليذان ثابت رغليذان سامي حيبو ثيذان وصرح سيذان مرابا يا شبريدان النعيم ايذان محفظ لقريب ايذان مفني بشلوم لراحو قيذان رحاب على هانيت كتنيت في رويد بولي بوي جسارة او الي لانيت كتني عيقي بروحو مسامحة وبوحده بواسطة دي سر وثيذاخ إم قبلتو ميتا سطري الناشي أنخ فوثب فيو سيذاخ ببع وثيذاخ هو الرحمة على عاني دي ذوان مقلم مينا نعشق يوضى طلومي طرد مينا إبي شوثو دبني نوشو عانوتي مخلص لن ممورا يتكدني لم رحموني محسن يعيت إذا خوانا بني إذا شويو مطرام أخ ومشيحو يوعى ميدخ دعلا تخيلو يويو ويبخو ميقاوس تفك إحزيت الثيد طول ميمي كل من تكون قادم إشهر ويتافي سهرناتي وهي كاليو مو يقني ذخ إصرتي ذواخ إخادشتو مقبالي بوعو ثنثي أصلا وثنثي وشهر ثامينو يثبخو الزبان وشورادي مرحمون وثيذخ مصطري وسيتو ريذخ يا قادش تدم كاسلي دهو انزاكوي على بعلد بوبثي دجمنثي مخليص مي بيشوثو دبعلد بوبت كتني كسي وكتني قلي منطيري
ويلا نحنا تاحوا بامحيل الضعيف والكل كهنه ومشمشونه شركوا باقي دعام ما يمنو دمزقين كولا شويو اثني حافي متلذكوني قري نيسان قري نيسان قري سيد العالمين حين حضر جبرائيل مسلما عليك ومنغما أن نحوك قائلا افرحي يا أرض غير مزروعة افرحي يا علقة غير محترقة افرحي يا يعسر النظر إلي افرح يا جسر نقلا ويا يا سماء يا قدس طائرا افرح يا مزلت لنا افرح يا معيدة تنتشان الدم الرب ماك عارب عثاحنا فين وشبه رد ميمن لي حيدا ددنا لا تشلين أقادشت من بعث داحل في سقر ابن حدر نبد رحم في سعى من قادش Thank you.
يكوني مار سيدهم شبه أبو أبرارو قديشا من علام والدردارين لتشبطوا للايا من مدبعك الغافر ينزل قربانا لعبدك يا ابن الله يا منافه لخلاصنا ومزمعت لجنسنا الى الابد لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الى الابد على طريق تشيون عنو بينو سبيهون على كل داني مشتاتا مشتات في نبون رحمة وضعنو عليهم بترين علمي العلم علمي شبحولوخ مران وعلون فروق ودينا نشمشي العلم علمي شبحولوخ فاروح حيو قد شود خلان وانموخ معسيون ودشتينان لول دينا لول بحثون ولان إلو الحي والفرقون الكلان رحم علي على رحمي ذو غلبت بني شاوين علي شاوتو فوضو ذو صفريت غش مايونو لو موريون محكومين ابو ميادو درازي ذو قادشي اينا تشوين الوروحي ذو قادشي بكل الزانيق من عولايم مسقين لقشفات عودي ثانو عيدو يبري ذو لروحي ذو قادشي هاشا وكل زمان علمي شلاما Rose, olha, encolhe, já e olha.
الى العظيم الذي طعر في العقول يا من طغى السماوات منحضرا في سبي خرج سن البشر اشفق علينا وارحمنا لكي نواياي نسبحك دائما ممجدي للاب ولداك وروحك القدوس الصالع المجود له المحي والمساوي لك بجوار هشوع وابطل زبان العلمي مريون باطل الشاب تدرغزا من كلينا مذكا مسبيح بهيمون بنظام ما يتفاوضوا بنظام دوات الملكة بنفقي مو فلقو دوات الملكة تفقي مو فلقو أربعكم أنا عادية دوم فاوضوا بشرين الخو وبثق بودروا كل واحد يبقى بمكانه الواحد يبقى بمكانه اللي ياخذون قداس يجوا من هالجهتين ياخذون القداس ويطلعوا من الوسط افتحوا طريق الوسط الواقفين أولا حتى يصير مجال راح نصلي صلاة الحل مباشرة فليرحمكم الرب الإله ويقودكم الحياة الأبدية بقوة سلطان الكهنوت الشريف الذي سلمه سيدنا يسوع المسيح إلى رسل القديسين ورسل سلمه إلى خلفائهم إلى أن وصل إلي أنا عبد ضعيف أسأل ربي أن يحفظكم إياكم التي اعترفتم بها أمام الله وعن كل ما لم يخطر بالكم تقدسون وتسامحون مش مدابه ودبره روحه قديشه حضره شريره امين الرب يتقبل توبتكم ويغفر خطاياكم خلي الدين حمله
قامي عدست من هالكي استملان حضانا قبلو نوثو عمو عمو بس هالكي بقامتو كبعينا دمينا توضي غلبي لصلا وطد سيدنا توضي غلبي لا لا كهند اديوما لا شامشيوتو لا شامشد لا تيمي دم صالالي لو عامانو استريويو امشي حد لا تم هالكي بشرولو بيعتو دو تنستا والكبعونا سيد بانخو يتشكا اذاعتو كيبان دمينا زيتم حمشو الفو برنوشة كيتو اديوما هالكي لا تيمي اعتن دم صالن كل محدودة ومتمانينا سو طلبينا مالوه اصلا بوطا دعا مو كولد بتقبلي هالك سعودة كلي قامي حذوم هيمنتو هي شلط كمو حزيلة امدى فالوه ادبو ظاهيرو هالك بيعيتو محكولا من يبي قاميتو ومحكو سنة وعلمة دا حزيلة فيك تعرفينا على حالك بالاول اسمي اوصاف مصلي من منطقة تنستا ستوكهولم من هالمناسبة مثل ما عم نشوف اسم الصليب يعني العالم معبية هون في تقريبا أكثر من 5000 شخص هون أنت كمان كنت هون بالكنيسة شو شفتي فيك تخبرينا على العذراء وقت ظهرت أولا أقول المجد لله في الأعالي وعلى المجد السلام وفي الناس المسرة أنا مثل ما بقول أشهد أنني من العالم اللي شافوا السيدة العذراء مريم شفتوها يعني شو بدي أقول كي نور يسطع على ثاني شباك من شباك المذبح ولكن بعد جهد كبير يعني بعد ما بكيت كتير بكيت كان في كتير عالم يشوفوها قالت لي اللي عنده إيمان يشوف اللي ما عنده إيمان ما بيشوف فصرت أنا مغمورة بالبكي بطلب منها يا عذراء دخيل إجريكي خليني بس أشوفك فلما أشرت لي بنت عمي وقالت لي أحي طيف العذراء مديت على طيفة فشفت شعاع من نور هيك مثل أب بيضاء فاتحة إيديها تطلب للبشر كله دخيل اسمه ودخيل إجريه أشهد 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 مني أشهد خبري عن إحساسك بعد ما شفتيها شو عم تحسي من هلا ورايح طبعا كيف شو بدي أشوف طبعا هي إجت لزيادة إيماننا إجت لتخلصنا من هالمصايب اللي صايرة ببلادنا اللي هالشرور والحروب وهالأشياء اللي تصير بهالعالم جاية لتقول لنا زيدوا إيمانكم جاية لتقول لنا صلوا وتعبدوا جاية تقول لنا عمروا وبنوا اسم يسوع المسيح عالي هاي جاية تعطينا وصية ظهرت اليوم إجا العالم كتير يعني فوق 5000 شخص ظهرت اليوم شفتيها شي اليوم أنا بالنسبة لي أنا عم شوفها مثل ما قال سيدنا المطران إنه نحن مو ضروري نشوف شخص العذراء ولكن العذراء موجودة بقلوبنا موجودة بعيوننا أنا كلما عم بطلع على نفس الشباك عم شوف العذراء عم شوفها تكبر وتكبر تكبر ويشع نورها صدقيني عم شوفها صدقيني عم شوفها نيالك فيني اللي بس نيالك ونيالي اللي عم يشوفها وبتمنى العالم كله يشوفها الليلة العذراء شو بتقول كيف ما بدنا نشوفها ما هي الستر اللي غطى وش موسى هي من السلوى اللي تعطيه هي اللي الجمرة الموجودة في بطنها يسوع المسيح هو اللي عم بيشع علينا وعم يعطينا اياه عم يبعث لنا اياه مرسكتي لك وان شاء الله كمان نضل هون الليلة كلها ونشوف شو رح يصير معنا مرسي كتير جانو الحين ما ياخذ حزينة السنة يعيد وخذ ملا نمليثو يومو عامو لو بس عامو كي تركي سريويا كيتو عامو مشحل في منا ثروث عفن بشرولو تهن السنة كم أمني ومدى بمعجز بي دهابي أدل اليوم ولو بس أدل يوم دواب لهاني شابثو وعدا سكت لي أعمي علمتو ناعمتو هي مشغلانا بوليش أنا سويدا يمحكونا من حزيلة هي كان دوسة يفشلو هي تل ساندرا ساندرا دي هو بوري هاري الشركان فرين بيك كسن ينفر Kan du berätta vad du har sett? Jag såg Maria på balkongen när jag var hemma. Jag såg också Jesus, hans huvud, bakom henne. Hon var jättestor, Maria. Ja. Vad kände du? Blev du rädd? Blev du glad när du såg henne? Jag blev jätteglad när jag såg henne, men kanske lite rädd. För det var första gången för mig. Jag blev jätteglad.
Var du själv när du såg henne? Var det någon med dig? Jag var med min... Vi hade kusiner hemma hos mig. Kusinerna, ja. Och de såg också den. Tack så mycket. Hon... بقول إنه بنتك هي فيك كمان أنت كمان ظهرت العذراء عليكم هون بالكنيسة فيك تخبرينا أنت شو شفتي بس خبرينا اسمك بالأول أنا اسمي مارسيل عدواني بس اسمحي لي قبل كل شيء إنه أقولك إنه أنا كتير كتير مبسوطة إنه كنت واحدة من الناس اللي العذراء ظهرت لهم ما بعرف هلا أحسها نعمة هي يوم الأحد الماضي بعد شفتي كان عنا نحن مناسبة احتفالات بعيد السيدة بعد العصر واقفين على البلكون أنا ومجموعة ناس عندي كانوا ضيوف عنا يعني عم نطلع على جهة الشرق من البلكون شفنا اسم الصليب دخيل اسمه يعني تمثال العذراء بشكل واضح وكبير واقفة وفاتحة إيديها كتير قريبة كانت علينا بس يعني شفتي شي اليوم؟ لا هاي أسبوع عم نجي نصلي ما عم أقدر أشوف كتيرين عم يشوفوا بس أنا ما عم أقدر أشوف بس كمان أنا كتير مبسوطة وراضية باللي شفته وكتير مبسوطة إنه أقدر أشارككن كلتكن. مرسكت لألي كمان. العفو العفو. فرجال الحيمة عدا هدي عدا سكتلان عمين حضم هاي مانتو هي استنب شالو حزيلة امنا طالوه وحزانا هي مكبعو دمولان علو يومانو على يوم تفايد بقامتو كبعان دمال اخمار اشبه بكاريوثو ومحكي لنا علو مدد حزيلة خطهات بعينو قمدد مع حسلخ وعلى ديو مستنب ارخ شادخ مني ونو اسمي ساميرانو ابرثو دو صليبة مخصي صليبانو ويوم ودنا في قولو لا توينر كي يوم وداتري اثيونو حزيولي علي دومو هاو خمشا بحلا يسرطو تشينيه وبثر مشا بحلا لي لالين دا ثالو كما خلصو يمشي حثو كولا احنا ستيني وغلبي فصيحينا هاو خاتايزينا انا قد حزيولا هم باخينا هم قاحيخينا هم هنهيلا مفسي حثيذا ويوم وداتري ستيني عيني ميدي من كمتي اي معنى تحزل امدا طالوه وخد عام وغير خدوات تقصد تحزل من قلت له خوخه مادي من اي معنى اذا كمت معنى اذا قلت يو بشما هي اثيم قد شولا ميق مدم قد شينا يعيت اذا قلت يو اشما امدا طالوه ما عمرو لن بعلوش ما اذا اثيم قادش لالا هي احنا وعام تقاوى كولي غلب فصيحينا غلب باخينا وغلب هاوينا هوخا هيا جان ملان يام هاي ملان موديلان بيصرتو شافرتايا ديدخ تحزيولا وداثيو ظلالا قويبا وغلب فصيحينا ومفصح لالا ما هنا اديو ما عيني ميدي عم سايدنا وحسيو عم قاشي عم جمع كولا دي ساثيو محويلا روحا ايلا وحزيلخ بعينا خيدر بو قرش لخي صرت ايضا وكل ميدي ميديدا ما هي مالي موديلي يبا بوش ميدا غلب منويو اثيو ظلا يعيت ايضا مقدشولا وتاودي لين دا ثالايو داثيو زيلا وعام ايضا كولد محويلا روحا تو بياسا كمان دمان لخ تاودي لجانب تاودي لخصيني تاودي لسريو يرسات تاودي غلب اولا رسخة غلبيد مشغولونو وعلوهم عادة شغلة كلخو وبخاطر دفخو تاودي وبخاطر دا سريو يكلي وعلوهم عا اندا ثالو معاونا سريو يكلي وبخاطر دي دخ تاودي تاودي غلبي فرجان الرحيمة دي ما عودة سكتلي عمي حاج هودو يقرد هو السنة هركي بيعيتو حزيلي هو السنة منطلوهو بالشباك وحزنها
ايكو دكتور حرين علوم الذبح حزن هو مجمع حكيلان على يوم وعلى يوم تفايت كيف خوخ بكريو ثمايخ بقامت الدمات لان اشموخ موضعتا عن روحه وبطاك يسمى حكيلان علوم هذا هات ذحزيله انا اشمي صليبا موسايو ماما سوسون ديعيتو تنستا يعني شامعينا يوم تحوش ابو انه شيء بلالي وحزلي وغلب اثن احنا اثينا دير يوم مر قدم صالن و دمينا محكن وعامو دحزيله وفعلا محكلي عليمي بذر كي انا عيم حزلي حرمي ذكري محزيله انا عيم كل حزلي وبثر اون حزيلي واد يوم كومانو هات استحزيل اخي قد مشغولين وعم حدوده ومصور لخ يعني هانو ميدا شبورو يولو عميدا هيمونوتو كيتو متمانينا زو دوي ماني حبو بين دنو شيذن كله بحزي تيذوخ كمت امنا ثالوه على كتا يعيتو حثو ميامي ثدو عمويو ياستنى كمت كوبو ميدة على الظاهيرو كتلا ميدة كبعد محكو لوعا ميدة أسريو يو لجانينا ياستو عميدة ومشوحو يو كبعد محكو للميدة هي لو ماركوس هي حزيلة رو محكي زو كركيدي ونعيمو محكي من حزيلوخ بابا مين دا ثالو ماركوس من حزيلو سيلوا ميدة بو شبك من وين؟ لوكو دانو سورتو دين دا تالو ايه وخا ميدة اي دربة واي سورتو بينا شكل واي سورتو بير وخا شيك اسم هي ايه وخا جولان يا توتو وادي الموا طب دي غالبي ماركوس كيف اخذ مشاو دومت حزيت هذا فكره قي كمت اثيو لي عيد تاثا دي تنستا يعني كومانو مو ايمان دعاء مت كتله قناعه ان ضطلو هي مد مشيحو كتلو لوها وردنو شيء ويعني كتلن يعني ثقه بوعمو بين ضطلو لانه يوم حشاب تسمي وشهريذا وحس يد حمص مطيله وفلق محاصدين ضطلو ما حت لي هركي ومبركي انه شمينه ومصالله وكومت متيقنه مو ميدانه وكيتو كيفو استيكم امام طلع معي تو دين داثالو مي ديركي فهانو دلالي ربطو يودو ايمانو عامدكم هيمن بنو ان داثالو كم محويو وحزيولان كولان حزيولان هاتسي حزيولا تودي غلبة تودي وشلو ميدي لو اهلي دي كل بسوريا احواتي بالمانيا واهلي دي بولندا بحميوني ابرد عمي وقاشو يعقوب الكتيو بامريكا شلو ميلي ولي عائلي دي لو اهل كل البريتو كولا تودي لجانو خسي تودي فرجوني اودست كتلي امي هرك ايمو هي بشرول كيف دمينا حذو مقامو يدحزيلا امدا طالوه لو بس هي وزلا ميدا ويقار ذا كولا ونا عيميدا سنحزيلا حزينا هي مكيبا محكولا على حزيته دحزيلا امدا طالوه بالاول بحب هيك تخبرينا عن اسمك مين انت لينا جورجوس شماسة في الكنيسة مثل ما عم نشوف نحن ظهرت العذراء دخيل اسمها ظهرت للكنيسة ظهرت من الضباب فوق ظهرت بالسجار ومثل ما بنعرف انت كنت من اول الناس اللي شفت العذراء فيك تخبرينا اللي على شفتيه اول مره كنا بعيد العذراء فبعد ما خلصنا اجينا كملنا عيد العذراء هون بعدين طلعنا على البيت فقعدت شوي على الفيسبوك فشفت صوره العذراء ظاهره برينكبي فاستفسرت عن الصوره مين حطها مين جابها فاتصلت بالاخت حنان مرينكبي مع انه ما بعرفها فقالت لي إيه انه العذراء ظهرت فقلت لها انه جوزي يقول كمان وانا اقول لازم نروح نصلي قدام الكنيسه قالت شلون ظهرت برينكبي قلت لها هي فوق الكنيسه فاللي تعرفيه كله خبريه وانا رايحه انا اولادي جوزي اللي حب خليه يجي يصلي معنا هناك فوصلنا اول الناس بلشنا ناخذ الكتاب وبلشنا بترتيل الطوباكي والسلام لك يا مريم وبلشنا بالمذبحه وكله فبلش جوزي يصرخ اول ما شفتي هون حب اسالك شفتي النور شفتي شو شفتوا خبرينا هيك شوي بالتفاصيل اكثر الشكل اللي الصوره اللي شفتوها اول يوم الليله صلينا كثير بس انا شفت مثل الشهب اللي واقف على الكنيسه وشفت مثل نجمه مضويه عجيبه نور غير طبيعي هذيك ليله بس انا زعلت كثير رحت على البيت صليت للعذراء انه ليش ما شفتوك الكل شافوني الا انا فجيت ثاني يوم وانا قاعده بالمقعد شفت بلشنا بالصلاه شي ساعه وبعدين شوي لما ابونا بلش نصلي كمان اكثر بلش مثل النور يطلع بالشجره فبلشت اصلي على وجهي هو من الله راح يبين من الشيطان راح يمحي فبلشت اصلي واصلب فشفت مريم العذراء
الشعر الأسود وطرحة البيضة فستانة الأبيض وفوق الأزرق تتوضح أكثر وأكثر. فبلشت أغمض وفتح يعني وصل لي كمان قلت لا يعني شيء مو معقول إنه أشوفه أنا يعني. وقت شفتيها كنت لحالك ولا كان في ناس حواليك؟ لا كنا قاعدين كلتنا بالكنيسة نصلي لو أبونا قال مدام العذراء هون صلينا الساعة 3. إيه بس وقت شفتيها أنت كانت في حدا حدك عم تشوفوها ولا لا؟ لا ما كان في حدا. فأنا من صار جسمي يرعد فقمت وصرخت بنص الكنيسة العذراء يا جماعة كياني. فقام الشعب كلياته وراي وين أقولون هون على الشجرة يقول وين على الشجرة أقولون مثل النور يا جماعة. فكان في مصور فصوره فأجى فرجاني قال هذا النور قلت هذا النور وهي العذراء هون. فرجعنا تاني يوم نفس الشيء كمان بلشنا نصلي فشفتها من الساعة 6 رأسا نور المكان نفسه نور بنفس لباسها بنفس الشيء. ثالث يوم شفتها وتاج كله مرصع بالمجوهرات وصليب مثل الألماس يلمع على راسها. فكانت طفلة واحدة قاعدة جنبي صغيرة قلت لها تعالي حبيبي ايش شوفي على الشجرة؟ قالت عم بشوف مريم العذراء بتاجها وبالصليب. قلت يعني انا عم بشوف صح؟ قالت لي ايه. فاول امبارحة كمان كنا هون فانا عم بطلع على السماء فشفت سحابة نازلة وعليها مريم العذراء لباسها الازرق وجاي. فكان صديقتي جنبي فضربته على اجره قالت ايش بي؟ قلت له طولي بالك شوي ما في دقيقه دقيقتين ظهرت على الشباك. قالت لي شفتي شيء؟ ايش هو؟ قلت له شفت مريم العذراء وهي نازله على سحابه توبه الازرق وجاي راسا هيك ظهرت على الشباك. فقربان اسمها واليوم شفناها على الشجره كمان. ونحن كمان بنقول العذراء تحميك يا را وتحمي اولادك وجوزك والعائله كلها. مسكتي لا نطلب من كل الناس المسيحيه انه يصلوا للمريم ويسبحوا الرب ويشكروه دوما على نعمه في الخير وبالشر لانه ما لنا معين غير ربنا يسوع المسيح وقلنا الحنون العذراء. امين. ميرسي لك كمان. قبل نفذا كلكم دومي فجن رحيمه هذا سنك تنحظى هي نام تحرت عمينا حزنها هي احزيت هذا ويوم ما نعيد بما فتلا ومن ما حسلا ولا رخش هذا ما حكونا شيك اعلى لانه هي سنحزيلا امدا طالوه وخيال هذا كيف دمينا هرك بيعيته. خبرينا بالاول شو اسمك وبعدين بحب تخبرينا كمان عن اليوم شو صار اليوم. انا اليوم شفته بالشباك صوره من العذراء لانه بالذات لما كانت تطلع لحكي تتحكي معي وشفتوها امجد اسمها للابد الابدين وهي حمايتها تكون معنا الى الابد وكل ما تطلع كل يوم من نهار الاحد انا عم بشوفها. كم مره شفتيها؟ انا شفتوها شيء اكثر من 5 مرات من لما من نهار الاحد كل ليله بالكنيسه من عدا السبت ما كان فيه لكان كل يوم اكون هون عم بشوفها. اشكرها كثير لانه عم تفرجي حالها وعم بشوفها وواضحه قدام عيوني. انا اشكرها كثير. ولما لينا حكت نهار الاحد لما اجينا ورتلنا وهيك قالت في سحابه يا جماعه هلا تظهر العذراء. انا كان اردت الكتاب كان معي مره عليت راسي وشفتوها واقفه وهي كامله وتاج عليها وشمعه بيدها كانت مثل على الضويه على الكهربيه وهيك بالسما فوق. قمنا ما حكيتوا شيء قلت له يشكرك يا عذراء. رحنا بالبيت قلت له لبنتي بالسياره وهدول قلت له شفتوها. رحت قلت له جارتي انا شفت العذراء هيك قالت ابني نفس الشيء شافها نفس الصوره. وحكيته مع الابن يعني مع ابنه شبوي كمان قال خالي انا شفتوها. قال انا كمان قلت له صديقي تشوف انا شوف هونيك ايش في؟ قال اشوف امنا العذراء بالسماء نفس المنظر اللي انا شفتوه هي هو النشا. شو بتحبي تقولي لي العالم اللي ما كان اليوم هون واللي ما شافوها؟ انا اقول للعالم كله يمجدوا اسمها للابد وهي موجوده للابد الابدين وشفاعتها تكون معنا ومع كل العالم مع كل الشعب المسيحي وتحملنا الدول وتحمي شعبنا المسيحي في كل البلدان يا رب وتوقفني هل دماء كلها من بلادنا وتحمين وتحرسن. واشكركن انا كثير 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 لانه انت اجيتن ونقلتن هالصوره للعالم كله لحتى يشوف امنا ويمجد اسمها امنا العذراء واسمها يكون مجد للابد الابدين. ونحن نشكرها كثير ونحن من نحن لحتى ظهرت حالها وشفناها ونشكرها كثير. وانا قبل 3 شهور شفتوها قبل ما يصير ولا شيء فوق راس الكنيسه هي بالمنام. انا شفتوها هي وسيدنا المسيح اثنين فوق راس الكنيسه وحكيته للكل قلت له انا هيك شفته وعم بحكي بالمنام اقول لجوزي شوف شوف اصلي واقول يا رب يا عذراء ويا يسوع
واقول له شوف 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 هيك، اقول له هيك وبس اطلع فين. بعدين لما فقدوا قلت له شفت؟ قال ايش شفته؟ قلت له شفت ابن العذراء وسيدنا المسيح. قال انا شفتون في قلبي، يعني انا عن جد شفتوها. وقال له ظهرت اشكرها كثير 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 لانه ظهرت مجدها، والعالم لازم يطوبوها كثير ويامنوا، ويا ريت كل العالم تعبدها وتسجدها وتنجينا من كل الاذيه، والعالم كله تكون السلام بالعالم. وانا اشكركم كثير كثير لانه بنشكركم لكم ومرسلة لك ومرسلة العالم كلهم اللي كانوا معنا موجودين اليوم، مرسي كثير. فجر الحين ما عاد سكتنا عمينا مهيمنوا كثير، هو بس حضوروا عمينا هركي، وهو بس كبعونه محكيلا على حزيت هذا علو بدت حزالة اديوما وحزان ارخش هذا هو مني ومكوبة محكيلا. شبعينا على ميليذي عمو بيقول لك بالاول اهلا وسهلا، خبرنا على حضرتك شو اسمك ومين انت بالاول؟ هلا تنبس تركوت من دير الدور، لكن مقيم بستوكهولم، والناس تعجين كثير انه اجت بركة الزمنار من حمص لهون بيوم ما ظهرت العذراء هون هذي. بعدين حمص مدينة عريقة للسريان، واول من قام فيها المرحوم بطريق فران برطوم اللي كانوا الفضل الكبير الاول. ونحن مدينين لله وللعذراء مريم. انا ما اقول اشكر احد الاباء او الكهنه او المطهرين، انما اشكر الله، انما هذول نطلب من الله انه يعطيهم الصحه والعافيه ويديمن علينا، والشعب يمشي براي يعني قويم ومستقيم من دون مواربة هذه، لأنه نحن السريان الحمد لله لهلا ثابتين على مبادئنا، لكن في بعض العائلات اللي أولادها ما قاعد تجي ولا هذه، بدنا تربية دينية من العائلة قبل الكنيسة. الكنيسة ما تقدر تعمل شيء، الكنيسة تقدر تطلب لكن ما تقدر تحكم، الحكم يكون للأولاد. ونحن نشكر تلفزيون سوريويو سات على مشاركته، وإن شاء الله لمناسبات ثانية وفي حال تشكيل كنيسة بتكون مشتركين معنا، وشكرا كثير.